بفرح عظيم أرحب بكم يا صاحب الغبطة قائلا أهلا وسهلا بكم في بيتكم وفي ديركم القائم تحت سلطتكم اللبيبة وهدايتكم المرشدة ورعايتكم الحكيمة. فباسم هذا الشعب الطيب وبالأصالة نقدم التبريكات والتهاني بمناسبة عيد النبي إلياس الغيور لغبطتكم أيها الراعي والمدبر والعين الساهرة التي لا تتعب ولا تتوانى عن القيام بالرعاية الأبوية والتدبير الحكيم، بحيث تبذلون الجهود الجبارة وتتحملون المسؤوليات الجسام في خضم هذه الظروف العصيبة التي تواجهها بلداننا في هذا الشرق العزيز. كما يسرني أن أرحب بكم أيها الأحباء جميعا مع حفظ الألقاب مستمدا للجميع البركات وأن تبقوا مكللين بالصحة والعافية والتوفيق. سيدي وأبتي الجليل، أرجو أن تشملنا بأدعيتك وبركاتك حتى نستمر في خدمة هذا الدير البطريركي كي يبقى منارة مشعة ونبراسا يضيء لجميع الناظرين إليه حتى يسير الجميع إلى بر الأمان بتوجيهاتكم البناءة وإرشاداتكم السديدة، ونكون عند حسن ظنكم ويبقى هذا الدير التاريخي كما تشاءون يا صاحب الغبطة وكما يشاء الرب. أهلا وسهلا بكم جميعا. أسأل الله بشفاعة نبي الغيور أن يعطيكم الصحة والنشاط والعمر المديد لتتابعوا مسيرة الشهادة وتشجعون على الثبات في الإيمان والبقاء في هذا الوطن، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا سيدنا مصطفى، ربي يحييك يعطيك الصحة ويعطيك الروح. كل عيد وأنتم بخير جميعا. يا عيد نار الياس نتوجه لديكم جميعا طالبين شفاعة نار الياس لتحمينا وتحمي كل الناس تحمينا وتحمي العالم كله، وبشكل خاص الذين يحملون شفاعة نار الياس أو يتسمون باسمه. أذكر ما قال الياس النبي نار الياس: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. خلونا نتأمل شوية في هذه المقولة التي نطق بها نار الياس: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. حي هو الرب، الرب حي، والرب ما منتظر على أي أحد منا أنه هو يوصفه أو يتكلم عنه بأنه حي. أصلاً هو الحياة وهو معطي الحياة وهو نبع الحياة، ولكن وقت نقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، يعني أنا كإنسان تبدلت تغيرت تحولت وصرت عم أشعر بهذه الحياة الموجودة أمامي التي هي الله. دائما قلب الإنسان في أحيان كثيرة يظلم، تصير قاسي، تصير ما بيشبع، تكون الحياة موجودة قدامه ولكن ما بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، لأنه هو مظلم، هو قاسي،
هو لا يشعر بالحياة. ولذلك وقت نقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه مع النبي إيليا، أي دعوة لكل واحد منا ليلين قلبه. كيف بليل القلب؟ بليل القلب عندما يرجع الإنسان إلى نفسه، عندما يحاكم نفسه، عندما يحاسب نفسه، عندما يقرأ الكتاب المقدس وسيرة القديسين، أنا ذاك هذا الإنسان يلين قلبه ويطلع شو هي المشكلة الكبرى في حياة الإنسان، هي عدم التواضع، الكبر، الترفع. ولذلك نصلي ونقول يا رب ارحم، ونوطي روسنا ونطلب رحمة الله. هذا العمل الذي هو عمل اتضاع هو إقرار بعظمة الله وبصغرنا نحن البشر، وهكذا يلين وينسحب قلب الإنسان آنذاك وتسكن النعمة الإلهية فيه. من وضع نفسه ارتفع، ومن رفع نفسه طبع. إذا خطيئة الكبرى أن الإنسان ظن في وقت ما آدم أنه يستطيع أن يكون إلها دون الله، فسقط في وحدة الخطيئة وخسر كل ما خسر من جمال إلهي زرعه الله. فنحن إذا نعيد مارلياس بشكل أساسي كي لا أطيل، أريد أن أقول هذا الأمر: حي هو الله الذي أنا واقف أمامه. هذه دعوة لكل واحد منا أن يلين قلبه، أن ينسحب قلبه كي يشعر بهذه الحياة التي هي الله، وأنا ذاك يسبح الله ويكون في الفرح الدائم الذي لا ينزع منه. الله موجود، ما هو مطر علينا نحن البشر، لكنه موجود بنعترف فيك، فهو ينبسط ويسر في الأعالي. بيقول البشر هلا اعترفوا فيه. عندما نعترف بالوجود الإلهي نحن نتلبس، نحن نستفيد. ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، اسمه مقدس. ما مطر علينا لحتى نقول ليتقدس اسمه، ولكن عندما نقول ليتقدس اسمه نحن نتلبس، نحن نتقدس. قداست أنا ذاك تنعكس علينا فتقدس قلوبنا وأذهاننا وعقولنا وحياتنا. اليوم بهالمناسبة الكريمة عيد مارلياس، وهذا الدير العظيم اللي نطلب شفاعة مارلياس يشملنا جميعا، يشمل كل من يحملون اسم النبي الياس وشفاعة مارلياس، اشمل العالم كله. نطلب ونصلي أن يتحنن الرب علينا، فتتضع قلوبنا وتنفتح أذهاننا لمراحل الله، وآنذاك نشعر بأن الله يقول للآباء القديسون: الله هو في داخل كل إنسان، ولكن أنت إما بتجعله المسيح القائم في حياتك أو بتجعل منه المسيح المضجع في القبر. هو نفسه، أنت ما هو موقفك من هذه الحياة؟ ما هو موقفك من هذا المسيح؟ أن تنظر إليه السيد القائم من بين الأموات فيقيمك معه وتكون من القيامة. وإذا للأسف لم تتحسس وتتلمس نعمة القيامة ونعمة الفرح ونعمة الحياة، فيبقى المسيح فيه ولكن مثل المسيح الراقب المرور في القبر. أنت بحاجة لترجع تحيي هذا المسيح الذي فيه. هو أتانا، خلاصنا، فرحنا،
قيامتنا، ولكن هذا لا يتم بشكل سحري في جهد إنساني بده ينزل علي أنا كإنسان أن أتقبل هذا المسيح الناهض من بين الأموات. الحياة يقول المسيح قام من بين الأموات، وطئ الموت بالموت، ووهب الحياة حتى للذين في القبور. إذن حي أنا الله الذي أنا واقف أمامه. الرب يعطينا النصر كما صرخ مال الياس هذه الصرخة، وأن نتحسس أننا بالحضرة الإلهية بشكل دائم، فنضطبق ونكون بني السلام، بني الفرح، بني العطاء، بني كل ما هو صالح في هذه الحياة. بنعيد أنتم خير جميعا. الآباء الموجودين في الدير، أبنائنا في الدير، جميع الموجودين، كل عيد وأنتم خير جميعا.